السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. كل سنة وانتم طيبين وأحلى صباح عليكم. طبعا حلقة زي ما انتم متعودين على الأجزاء اللي احنا اتفقنا عليها، وقلنا الناس اللي طالبة وصلت لكده ازاي، وقصة الحياة كانت ايه، وايه اللي انت شفته في الدنيا، وايه يا كابتن اللي حصل معاك، ويا ترى كانت حلوة ولا وحشة، ولا الحوار اللي انت فيه ده جاتلك على التبتاب، ولا كان نظامك ايه بالظبط. تعالوا نتكلم وهنفكركم لحد ما وقفنا في الحلقة اللي فاتت. انتوا عارفين ان الحلقات اللي هي القصة دي بنزلها على القناتين مش على قناة واحدة، تمام؟ طبعا في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا ووصلنا لحد فترة الخطوبة، وكان في حب تاني، وطبعا عايز ان انا نروح للحب التاني مش عارف، وحاجات زي كده، وجواز القرايب والحاجات دي كلها. في الفترة اللي في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا وقفنا عند أول الخطوبة. تعالوا بقى نكمل ونتكلم، وزي ما توعدت معاكم على الصراحة ان احنا مش هنخلف كلمة، مش هنضير كلام، طبعا مش هنحاول ان احنا نحرف اي حاجة. هنتذكر، وسامحوني ان انا ممكن اتأخر في الكلام شوية، لان طبعا التذكر بيكون صعب شوية في الظروف اللي احنا فيها، لان طبعا انتوا عارفين الضغط اللي عليا والحاجات دي كلها، فالتذكر طبعا بيكون صعب شويه. المهم قرينا فاتحه، تمام، وقعدت مع العروسه، ايه رايك في قريبك اللي كان متكلم عليكي؟ قالت لا ما ينفعنيش، تمام. تابعت وكنت في نفس الوقت قاري فاتحه و بنتكلم مع التانية، يعني بنقول ممكن الموضوع يتراجع. كلام انتوا عارفين بقى الشباب، وعارفين ان طالما انت بتحب واحدة مهما كان ايه اللي بتغير في حياتك برضو الحب زي ما هو. طبعا خلص فترة الاجازة وسافر، المكان كان في برج العرب طبعا، تمام، اقابل اللي انا بحبها عادي، مفيش اي حاجة، وما تعرفش ولا تعلم باي حاجة تغير. طبعا حاولت ان انا نعرفها، لكن خايف مش عارف، في صدمة جوايا، بس كانت كل فكرتي او حسبتي ان الموضوع هيبقى قريبا فاتحة وخلص على كده، يعني هينتهي على كده. في الفترة دي زي ما قلت لكم والدي كان يعني واخد الموضوع جد شوية وعافية شوية، تمام، وطبعا العفويه ما بتنفعش في الحالات دي، المفروض الموضوع ده يبقى بالتراضي وبالمحبه، فكان واخد الموضوع بالعفويه، وزي ما قلت لكم ما كانش فيها الا انا واختي، يعني ما فيش شباب حد تاني، تمام. طبعا جيت في الفتره ديت في كان في مساكن شباب يقدموا عليها بالقسيمه والحاجات ديت، طبعا انا مسافر هناك في برج العرب، وخلاص الموضوع قريب فاتحه، وباذن الله شويه كده، واتفقنا على ميعاد للشبكه شويه كده، والموضوع هيخلص وهيفركش وهترجع كما الدنيا كما كانت. يعني فوجئت ان والدي بيرن عليا، بيتصل بيا بيقول لي خلي بالك في مساكن هنا في دمنهور بالقسيمه. قلت له يا عم بقسيمه ايه، طب انا مش متجوز، ده انا شاهد، انا يعني قرايه فاتحه. قال لي لا ما احنا هنكتبه كاتب كتاب. قلت له ها؟ قال لي ما احنا هنكتبه كاتب كتاب. كاتب كتاب يعني كده صدرت يا معلم. قلت له كاتب كتاب ازاي؟ قال لي كاتب كتاب، وعشان ناخد القسيمه نقدمها هتاخد شقه، وطبعا انتوا عارفين بقى الشباب اللي بيتجوز ده لما بيسمع كلمه شقه اكنك قلت له هنسفرك امريكا او ايطاليا او الحتت دي. انا كنت مش عايز شقه ولا عايز حاجه، انا عايز بس اللي كنت يعني اللي عرفتها في الاول واللي بحبها واللي تمنيت ان هي تعيش معايا والحاجات دي كلها. لكن القوه بتاعت الاب في الفتره ديت كانت غير الايام اللي احنا فيها، يعني دلوقتي ممكن الابن يقول لابوه لا يا عم اللي انا شايفه انا اللي نعمله مش انت اللي تعمله، وفي تربيه كويسه، تمام. لكن زمان كان الاب اللي يشوفه كان الابن ينفذه حتى لو على حساب نفسه. وافقت، قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني قعدت مع نفسي قلت طب هتقول له ايه يعني؟ قلت له خلاص يا حاج اللي انت شايفه.
بالفعل كاتب الكتاب انكتب ووقف على الامضه بتاعتي. العروسه مضت وانا مش موجود هنا، تمام، وانكتب كاتب الكتاب وبقت زوجه كده رسمي بالورق، تمام. وكل ده طبعا عشان المساكن، وفي الاخر ما خدتش مساكن، واحد قريب رئيس مجلس المدينه هو اللي خدها، تمام. طبعا كتبنا الكتاب ونزلت اجازه، لقيتهم مجهزين الورق بتاع المأذون، خد امضي. وطب العروسه يا جماعه، قالوا هي مضت، تمام. احنا كنا مستعجلين، وعشان ننجز موضوع القسيمه لازم ان انت نقدم القسيمه، لازم ان الموضوع يخلص، واحنا مش هنستنى اسبوع. يعني قريت فاتحه وكده الموضوع كبر، الموضوع خرج من ايدي. طبعا من هنا لقيت نفسي ان انا في الفتره دي هنستنقص نفسي ان في واحده كده انا بنشتغلها مظلومه معايا، في حكم جه عليا لازم يتنفذ، تمام. طبعا مش معنى كده ان منور حكم، لا، هي طيبه وغلبانه جدا، بس احنا اتفقنا على الصراحه. الصراحه ما بتزعلش، مش هحاول ان انا اداوي الكلام او اداري الكلام علشان ان انا ارضي زوجتي او حاجه زي كده، لا، انا بنتكلم صراحه، وهي عارفه الموضوع ده على فكره، يعني هي عارفه القصه دي كلها، وده انا احترمها يعني ان هي عارفه الحاجه ديت. طبعا بعد كده هتعرفوا في الحلقات التانية دي بقت ايه والدنيا مشت ازاي. طبعا من هنا ابتديت يعني استقلب نفسي، ازاي في واحده بتخاف عليك وبتحبك وده حب اول، وانت خطبت وكتبت كتابك وفي نفس الوقت هي ما تعرفش، يعني بتقابلك هناك، انت مالك، وشك متغير ليه، شكلك متغير ليه، صوتك متغير ليه، لا فيك حاجه. طبعا انتوا عارفين البنات وعارفين الحريم، لما بتكون في اي تغيرات فيك، لا انت في حاجه، حتى لو ما فيش انت في حاجه، يعني او لو واحده بتحبك اول ما تقابلك، لا انت في حاجه، حتى لو ما فيش يا بنتي والله ما في حاجه، لا في، هي عايزه يبقى فيك حاجه وخلاص. طبعا في الفتره ديت لا انت فيك حاجه، انت متغير، انت شكلك، انت مش عارف ايه. طبعا من هنا الواحد استقلب نفسه، لا طيب نصراحه مش عارف بصراحه، مش قادر، ايه، نزلت اجازه، خطبت وكتبت كتابك واتجوزت، فاضل شويه تقول له وخلفت عيل كمان يعني. طبعا اول قرار خدته ان اقدم استقالتي في شغلي وابعد عن المكان ده، بعدت. حد قريبي من اللي شغالين معايا هم اللي قالوا لها، قالوا لها ده خطب، وروا لها الصور كمان يعني، تمام. طبعا من هنا حسيت، بس غصب عني يعني، حسيت ان انا شويه خالص مش حاجه. طبعا كان غصب عني، لان طبعا لما تلاقي بني ادمه بتخاف عليك وبتعزك وقفت معاك وقفه حلوه في الاول، وتلاقي نفسك، بس انت قدام الامر الواقع يعني، ما تنساش ان انت في ظروف بتحكم عليك، والاب والام، ما تنساش ان الاب والام هم يعني لو انت مصير حياتك يمين وهم عايزينه شمال هتروح بيه شمال علشان ترضي امك وابوك، لان ما فيش لا قبلهم ولا بعدهم اساسا، يعني لا تقول لي خالي وعمي والكلام ده كله، لان ما فيش حد اساسا بيخاف على حد، ما فيش حد بيخاف على حد، وانا الحمد لله كان خلاني او عمامي يعني ما كانوش مختلطين بيا كويس، ولا ان واحد منهم اساسا يعني حسيت منه في مره من قلبه بالخوف عليا، ان كان خال او عم او حد من الناس دي، يعني ما حسيتش من حد من الناس دي خالص بالخوف عليا. يعني انا والدتي ملهاش اخوات شقه، ووالدي ملوش اخوات شقه، لا اخوات والدتي من الاب لا اخوات، ومن الام لا اخوات، ووالدي نفس الطريقه، يعني ما فيش اخ شقيق، تمام. وانا في اختي ما فيش الا انا واختي شقه، الحمد لله ما كانش فيه فصال زي الاب والام. طبعا جيت على هنا دمنهور وقلت لهم ايه انت اللي سبت الشغل؟ قلت لهم اه سبت الشغل، مش هشتغل هناك تاني خلاص، انا خدت قرار ان انا مش هشتغل هناك. تعبت نفسيا شويه وزعلت، وجت الشبكه طبعا، ومن هنا بقى القطة المغمضة اللي هو أنا، كنت قطة مغمضة أقسم بالله العظيم، فتحت بقى. الحوارات، الاشتغالات، اللي مش عارف إيه، كنت كل ده بنشوفه قدام عيني. طبعًا مش من مراتي على فكرة، طيبة جدًا وغلبانة جدًا، لأ، كنت بنشوف من اللي حوالينا بقى هنا.
يعني من القرايب مش من حد غريب. الحوارات الاشتغالات كان حسين بالنسبة لهم حاجة، يعني يقول لك ده ننوس عين أمه، يعني قرايبنا كانوا يقولوا ده ننوس عين أمه، ده مش عارف إيه. تمام، شفت بقى منهم الحوارات والاشتغالات، وده يحور على ده وده يستنكح على ده وده يعمل على ده وليلة بقى. بس ما كانش كل ده شاغلني قد اللي انا خاطبها، يعني خلاص هي دي نصيبي وقدري واللي ربنا كاتبها لي، خلاص يعني انا ماليش، خلاص اللي هي نستحمل اي حاجة قدامي علشانها. هنعمله فرح، هنعمله شبكة، مش عارف ايه، يطلع لك حد من قرايبك. حاسب يا عم الفرح عليا، اوعى، ده انا ليا اصحابي وحبايبي. وبص ما والله ما انت دافع حاجة، بعد ما الفرح يخلص يجي يقول لك والله صرفت 1 2 3 4 5 6 7 8. غزالة وقعت في ايد الصياد، مش هنقول اسماء عشان كله مستني اسمه، ومنور خايفة من الحالات دي. طبعا ما كانش يشغلني برضو الا اللي انا واخدها. سافرت ليبيا وهي معايا، يعني ما كانتش معايا، سافرت معايا، لا وهي خطيبتي سافرت. كنا كاتبين كتابنا بقى، يعني مراتي رسمي على سنة الله ورسوله، بس لسه ما دخلناش، يعني ما عملناش فرق. سافرت ليبيا، قعدت فترة، حصلت بيني وبينها مشاكل ياما زي ما انتوا عارفين، مشاكل الخطوبة والحاجات ديت، وانا مش عايزها، هنسيبها. طبعا ما كانش فيه في الجانب الاخر اللي هو تبع مراتي الناس اللي تصلح صح، يعني كان كنتش مرتاح نفسيا بصراحة مع اي حد منهم، لكن مرتاح نفسيا معاها. يعني كنت ببص لها من ناحيه ان خلاص دي نصيبي وقدري، وبنت طيبه وبنت غلبانه وبنت محترمه وبنت مؤدبه وبنت لسه خام، يعني الحمد لله ما يعني تمام التمام، خام خالص، ما فيش بص حتى الكلام ممكن تقول كلمه طيبه جدا. فده اللي كان مطمني، يعني كان كل الشباب، كان ليا واحد صاحبي سواق تاكسي كان يقول لي انا بندور على عروسه، اخر حاجه لقيتها، قلت له اخر حاجه لقيتها ايه؟ قال لي اخر حاجه لقيتها كانت مغيره عداد، بس يعني في عداد متغير، بس الحمد لله ممكن. يعني كنت بنضحك، كنت نقعد نضحك مع زملاتي ونهزر معاهم. تمام، فالحمد لله دي كانت يعني قلبها كمان، وكانت طيبه وملاش دخل بحد، كانت بتشتغل، كان من شغلها للبيت ومن البيت للشغل. ما تمام، طبعا انا كنت يعني الحمد لله كنت مدردح وفاهم الدنيا ايه، وكنت عارف بنعرف بتروح الساعة كام، بتيجي الساعة كام، بنعدي من قدام المحل من عندها الحاجات، يعني نظام بقى الخطاب، انتوا فاهمين الكلام ده. طبعا قعدنا فترة 4 سنين، 4 سنين في مواويل، حبة حلوين حبة وحشين، حبة مش عارف مين حبة مين، حبة ان ما كنتش تخلي بالك من فلان شويه يبقى ما انتش هتطلع مع العروسه، حبه ان ما كنتش والنبي ببص لفلان شويه يبقى ما انتش رايح مع العروسه، حبه مش عارف ايه، حبه شغل شغل بقى. طبعا انا كنت عايز بقى العروسه كل شويه عايز نخرج بيها مش عارف ايه، شاب بقى يعني خلاص. التانيه خلاص خلاص هي نصيبها معايا، ولازم والدي ووالدتي يبقوا راضيين نفسيا ومرتاحين. طبعا وصلنا لحد الفرح، عملنا الفرح، وفي الفترة ديت كانت يعني حماك أو حماية، كان 17 واحد حماية، يعني كان حماية ياما بسم الله ما شاء الله، يعني إن كان عديلك حماه بقى حماك، عمها بقى حماك، خالها بقى حماك، ابن عمتها بقى حماك، كله حماك، كله حماك بسم الله ما شاء الله، يعني ما انتش عارف مين حماك يعني. بس كان كل همي، وكنت نقعد مع والدي ووالدتي نقول لهم انا كل همي ان انا ناخدها ونبعده ونخلعه بقى ونخش شقتنا ونرتاحوا من المشاكل كتير بقى. طبعا كنت كل ده لسه في يعني في حضن ابويا وامي، ما طلعتش بقى لسه. في الفتره ديت وصلت للمرحله الاخيره، كنت شغال سواق تاكسي. من ساعة شغل سواق التاكسي والواحد بقى خلاص فاق سواق تاكسي، يعني بتقابل ده وبتقابل ده وبتعرف ده وبتعرف ده. دخلت في دايرة
طبعا القهاويل مش عارف ايه، الدنيا دارت مش عارف. خلاص فهمت الدنيا والواحد بقى خلاص انسى بقى بالكلام برج العرب والكلام بتاع زمان ده. انت كنت تلاقي قطه مغمضه، دلوقتي بقت مدردح، بقيت فاهم مين اللي بيحور عليك، مين اللي بيجي لك شمال، مين اللي بيجي لك يمين، فاهم الكلام ده كله. طبعا في الفتره ديت بدانا الفرح، عملنا الفرح وعملنا الدخله تمام، ودخلنا. كنت اول ما دخلت كنت قاعد في شقه ايجار، يعني ما كانش الموضوع ملك، كانت ب 140 جنيه. ب 140 جنيه قعدت فيها فترة تمام. خلاص والدك ووالدتك بقى قالوا لك كل سنة وانت طيب يا حلو، احنا عملنا اللي علينا معاك. عملوا ايه اللي عليهم؟ ان هم وقفوا معاك وانت بتتجوز. وقفوا معاك ازاي؟ في عفش، ما انا كنت بشتغل. هو اولا كتر خيرهم، هم وقفوا معاك في تربيتك دي كفاية، في تربيتك دي كفايه الحمد لله، في التربيه والدي ووالدتي دي كفايه، دي تكفي بالدنيا كلها. بس عشان انا كنت من في اللايف الاخير وعدت الشباب قلت لهم اسمعوا القصه كويس وانتوا هتعرفوا ايه الدنيا. طبعا كنت في شقه ب 140 جنيه ايجار، مراتي كانت بتشتغل برضو بعد ما اتجوزت، وانا كنت بشتغل على تاكس، يوم فيه يوم ما فيش، يوم نقضيها على ابويا وامي، يوم ما مش عارف ايه، يوم الحكايه، يوم الروايه، يا دوبك تجيب سجايرك، يا دوبك مش عارف ايه الكلام ده كله. هي بتطلع طبعا، انا من النوع اللي يعني ممكن تكون الحراره زياده شويه او عندي دم حر شويه في الحته ديت. لا تعالي، انت رايحه فين؟ انت رايحه فين؟ هتشتغلي؟ لا ما تشتغليش، مفيش شغل. طول ما انا فيا صحه وعايش على وش الدنيا انت ما تشتغليش. طبعا عشت بقى يعني لازم تعيش بقى الدور بقى وابو الرجاله وسيد الرجاله يا معلم والحاجات دي كلها. اقعدي ازاي؟ طيب احنا بنساعده والحياه مساعده. لا اقعدي ما تشتغليش. تشتغلي ازاي وانا موجود؟ ازاي يعني؟ انت كنت بتشقي وتعب وتشتغلي قبل ما تتجوزي، بعد ما تتجوزي تشقي وانت معايا؟ امال انا واخدك ليه؟ ده انا واخدك لستتك ونهننك. اقعدي. قعدت وقلت بعدها يا ريتني ما قعدت، والحكايه زفت مفيش. جت نور، جت نور بعد فترة. طبعا لما جت نور كان في وقت ما تلاقيش تجيب الكادلز او البامبرز، ما تلاقيش تجيبه. بس نرجع نقول الحمد لله برضو، يعني كان ربنا بيكرم. كنت شغال ساعتها سواق تاكس. هي 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 فين؟ لقيت اللي انا مؤجر منه الشقة. انا عارف والله هشوف الحلقة دي. قريبي نادى عليا وانا طالع في يوم، قال لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي في عريس جاي عشان يقعد في، هو كان عايز يزود الايجار بقى، خلاص المده خلصت وعايز يزود الايجار، بس جابها لي بطريقه تانية، بطريقه يعني مش اشيك. مش قال لي مثلا عايز نزود الايجار بقى انت خلاص المده خلصت وهتزود الايجار، لا جابها لي كده وش. قال لي في عريس عايز ياخد الشقه ديت ايجار وهيدفع 200 جنيه. كنت انا مأجرها ب 140. قلت له هيدفع كام؟ قال لي 200 جنيه. فانا بصيت له كده وعملت كده، قلت له طب ما حلو، طب ما مصلحه، خدوا بالكم ان انا لا ليه لا في مكان تاني نقعد فيه ولا الكلام ده كله تمام. قلت له ما مصلحه يا عم، انت قريبي وانا نحب لك، وكان قريبي وانا نحب لك المصلحه. قال لي ازاي يعني؟ وعلى فكره ما كنتش باخر شهر، عمري في حياتي ما اخرت شهر في ايجار. قال لي يعني ايه ده؟ انت يا اخي حتى ما قلتليش طب ما انا نقعد ونزق. قلت له لا انت بتقول لي في عريس، انا نقصر برقبتك ليه؟ انت راجل قريبي ومني، انا ما نقصرش برقبتك. انت المفروض واحد جاي لك وعايز يدفع 200 جنيه، لا حتى لو انا هندفع، لا طالما حد جاي لك وانت قلت له خلاص امين يبقى خلاص، انا ما ينفعش ننزل. طب انت قلت له ما عليك بيا، انا نقعد في ايه؟ هو عايز يعني عايز ان انا ندفع 200 جنيه ونقعد. قلت له ما عليك بيا، انا نقعد فين؟ مالكش، ما تسالش فيه انا نقعد فين. طب انت هتقعد فين؟ قلت له هنقول لك انا بعدين هنقعد فين. ويجي طالع الفتره دي كان ليا حد صاحبي بنيين بيت في المكان اللي كان فيه المزرعه القديمه لو الناس فاكراه تمام. في يعني انا كنت اساسا في وسط البلد، في وسط محافظه البحيره في دمنهور في المحافظه نفسها تمام. والمكان اللي فيه المزرعه القديمه، اللي كان فيه المزرعه القديمه ده او المكان القديم اللي كنت بنشتغل فيه تدريبات وحاجات زي كده، عباره عن قريه جنب دمنهور.
طبعا احنا بالنسبه لي انا ومراتي كانت كلمه قريه لا صعبه، وفي ناموس وفي مش عارف ايه. لا يا عم احنا مش بتوع الكلام ده، احنا عايزين وسط البلد، في بنقوم من النوم الظهر مش عارف ايه براحتنا، في قهوه، في طبعا في القرى ما فيش الكلام ده. لا ده القرى دلوقتي بقت احسن من المدن. طبعا قلت له امين، خلاص اتصلت على صاحبي ده قلت له بقول لك ايه، قال لي، قلت له مفيش قدامك شقه ايجار في المكان بتاعكو ده؟ قال لي هتقعد عندنا هنا؟ قلت له، قال لي يا ريت انت تبقى جنبي والدنيا تبقى جميله ومش عارف ايه. قلت له حبيب قلبي طب شوف كده. رحت معاه اتفرجت على شقه، تمام، اتفقت مع مرات صاحب البيت. كانت المشكله بس في المنطقه ديت ان يعني اغلب الاتفاقات بتبقى ايه، اتفقت مع مرات صاحب البيت يا ستي، وكان جوزها بتاعي مسافر، انا عايز ناخد الشقه دي. قالت لي مفيش مشكله ب 120 جنيه، تمام. نزل 20 جنيه. رحت لمراتي قلت لها ايه رايك هنقعدوا؟ قالت لي يا نهار اسود روح نقعدوا. كانت مراتي قال نروح نقعدوا في الفلاحين في القرى، الناموس والبهدله. طب افرض عايزه نيجي هنا، افرض مش عارفه عايز نيجي لابوك ولا امك هنشوفه. قلت لها ما عليكي بابويا وما عليكي بامي. في الفتره دي كان ابويا جه قال لي شيل ابنك على كتفك، شيل نفسك بقى. الله اعلم هو كان بيقولها لي عشان نعتمد على نفسي، ولا الله اعلم كان بيقولها لي ان هو ان مش عايزني انا بقى نقعد من الشغل والكلام ده كله وعايزني اعتمد على نفسي، او مثلا ان هو زهق ان احنا بنحمل عليه كتير او كلام من ده، ما اعرفش. بس انا ما دورتش في حاجه زي دي. طبعا قلت لها لا ما عليكي بقى بابويا وامي، انت تيجي لابويا وامي زيارات، وامي ربنا يديها الصحه، واختي موجوده ربنا يديها الصحه، واحنا بقى نروح نقعد مع نفسنا احنا ورزقنا، يا نعيش ويا نموت. خدنا نفسنا ورحنا قعدنا في المنطقة ديت، واتفقت على الإيجار، كنت شغال سواق تاكس، تمام. طبعا قعدت فترة طويلة شغال سواق تاكس، ماشي. اتوفت والدتي في الوقت ده، مكنتش مرتاح في شغلة التاكس، وجيت في الآخر مليت. ووالدتي لما توفت طبعا انا تعبت كمان نفسيا، لان كانت اغلى حاجه عندي في الدنيا، تمام. اتوفت الله يرحمها ويسامحها. في الفتره دي خدت قرار نهائي ان انا مش هنركب تاكسي تاني، قرار نهائي مدى حياتي ان انا مش هنركب تاكسي تاني. طالع الصبح رايح نستلم العربيه اللي انا بنشتغل عليها، رجعت من نص الطريق، مراتي بتقول لي ايه ده انت رجعت ليه في ايه؟ قلت لها رحت لقيت صاحب العربيه مكشر في وشي. ازاي طيب ده بيعزك وبيحبك وانت، وانا الحمد لله كنت بسم الله ما شاء الله يعني في العربيه اللي انا نركبها نخليها زيرو. طبعا قلت لك، قالت لي خلاص طب هتعمل ايه؟ قلت لها هنشوف عربيه تاني. العصر كده لقيت صاحب العربيه جاي للبيت حرجني. ايه ده انت قاعد ليه؟ انت ما جيتش خدت العربيه؟ قالت لي لا انت مش بتقول كشر في وشك؟ قال لا انا كشرت في وشه. ما كشرتش في وشه ولا حاجه، ده ما شفتوش اصلا خالص. قلت له بص هقول لك على حاجه. قال لي، قلت له لو شفتني راكب، عندنا هنا التاكسي في محافظه البحيره لونه ابيض في اخضر، قلت له لو شفتني راكب عربيه لونها ابيض في اخضر حاسبني. قال لي يعني ايه مش هتركب تاكسي؟ امال هتشتغل ايه؟ قلت له ما عليك ما تسيبها على بركه الله. في الفتره ديت كنت مقدم على الوظيفه بتاعتي، تمام. كان والدي برضو، عشان طبعا لازم نقول افضاله عليا، كان والدي اللي مقدم لي، حد معرفه ان هو يعرفه مثلا وقدم لي، وقدمت الورق وسكت وسبت الموضوع بتاع الورق والوظيفه. واساسا كان عندنا اعتقاد ان مفيش يعني عمري ما هنتوظف، لان طبعا موضوع الوظيفه دي عباره عن، شفت لما علاء الدين لقى الفانوس السحري؟ يعني الوظائف معروفه للشباب كالفانوس السحري. طبعا انا كنت مقدم بالدبلوم وانا سواق، تمام، ومعايا رخصتي وتمام التمام ومفيش اي حاجه. فقعدت قالت لا لا انت سبت التاكس انت هتشتغل ايه؟ قلت لها هقول لك على حاجه. قالت لي ايه؟ في الفتره ديت كان عندي المدام كانت بتجيب ملابس وملابس حريم وحاجات زي كده، تمام. شوفوا الدنيا بقى من هنا، بقى شوفوا الدنيا من هنا يا جماعه، وركزوا ركزوا وشوفوا ابو نور صاحب مزرعة هوم دوجز دمنهور، مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة، وخيل وكلاب وحمام وعصافير وعربيتين والحمد لله كله من فضل ربنا. شوفوا وصل ازاي وعمل ازاي.
الكلام ده مش للناس الكبيرة اللي مراحلها عدت خلاص، الكلام ده للشباب، الشاب اللي بيقعد طول اليوم في البيت مش عايز ينزل ويقول لك اصل مفيش شغل. قلت لها بقول لك ايه، قالت لي، قلت لها انت بتجيبي حاجات الهدوم اللي انت بتجيبيها دي تبيعها للحريم، بروجات وعبايات وحاجات كده، انت بتجيبها منين؟ قالت لي بنجيبها من السوق ونبيعها، نكسب مثلا فيها في العباية مثلا 10 جنيه، 7 جنيه، 20 جنيه. قلت لها طب ما اللي يخليك تجيبها من السوق، تعال نروح نجيبها من القاهرة، من موسكي مثلا. ازاي؟ قلت لها انا معاكي تعالي بس. قالت لي انت، قلت لها انا هنشتغل، بصي مش في هدوم، ده احنا هنشتغل ان شاء الله نطلع نكنس الشارع، انا مش فارقه معايا، بس في شغلانه انا قررت ان انا نبعد عنها، لان الشغلانه دي كانت هتوديني للدمار والهلاك، شغلانه التاكس. بصراحه كنت هنوصل مع التاكس، مع شغل التاكس ده لاخر مراحل حياتي. طبعا خدتها ورحنا، بقينا نروح المسكي ونجيب هدوم، وكترت اكتر، والمكسب الحمد لله اشتغل وتمام التمام. وجيت في المنطقه اللي انا قاعد فيها، الاولاد بقى اللي هم اولاد الجيران والكلام ده، قاعد صدفه فلقيت واحده جارتي بتقول لي انت بتعرف كذا، وقلت لها انا ممكن ندي للعيال دروس، وديت جيت مدي للعيال الصغيرين دروس اللي هم بتوع الابتدائي، العيال اللي ما كانوش بينجحوا خالص وفاشلين نجحهم في السنه اللي انا اديتهم فيها، العمليه بقت تمام. طبعا انتوا عارفين الكوره، ممكن واحد تلاقيه سباك ويقول لك هندي دروس، ممكن واحد تلاقيه سباك ويقول لك لا بسم الله ما شاء الله انا دكتور تعالى للمشرط. اديت دروس لاطفال ابتدائي واعدادي والله، و بقيت نروح معاها القاهره نجيب هدوم ونبيع ونشتري ومش عارف ايه، وبقيت نبيع احسن منها كمان. طبعا من هنا الحمد لله العمليه بدات تتيسر. فجاه جالي تليفون بالوظيفه، اتوظفت، مرتب 160 جنيه مش مشكله، بس اسمها وظيفه، عندنا احنا في مصر كده. يروح يتوظف وظيفة حكومة لو بياخد 10 جنيه يبقى فرحان بيها، يقول لك المهم بس في المعاش. المعاش ايه يا اخي؟ ما انت ممكن تموت الصبح، بعد ما تتوظف بيوم تموت الصبح، ما انت ممكن تموت الصبح تاخد معاش مين؟ الوظائف الحكومة اللي خلت الناس تلهي عينيها عن القطاع الخاص او عن العمل الخاص، اللي خلت الشباب تلهي عينها عن المشاريع، يخلص الكلية أو المعهد يقعد يستنى الوظيفة الحكومة، استنى بقى حليني بقى يا حاج. طبعا الدول التانية غيرنا، يخلص دراسته يطلع يعمل مشروع، المشروع ده يكبر يكبر يكبر، أصبح إن هو فاد نفسه وفاد بلده وفاد أهله وفاد ناسه وفاد البلد كمان اللي هو فيها. لكن هنا لا، مشروع مين؟ انا قاعد مستني الوظيفه، وتلاقيه ماسك الدوسيه ورايح الصبح على القوى العامله واخر النهار على مش عارف ايه. طبعا اولا ربنا يقوي الناس دي كلها، بس عايزين نبقى عمليين، يعني الواحد يبقى عملي ماشي نشتغل طبعا مفيش حد الحمد لله جه اداني 1000 جنيه وقال لي خد اعمل بقى مشروع او كلام من ده. طبعا اشتغلت مع المدام وبقينا نروح ونيجي، تعبت معايا بصراحة وشقت معايا جدا، وبنت أصول بنسبة 100%. جيت بعديها توظفت، الوظيفة طبعا ما تعملش حاجة، لأننا بناخد 160 جنيه مرتب مع 120 جنيه إيجار، مع في طفلة صغيرة نور وفي كذا وفي كذا وفي الليلة دي كلها. وطبعا يوسف اتولد في الشقة ديت، طبعا دخلنا في دواير احنا طبعا كبيرة بقى. المكان ضيق، دي شقة في دور ارضي مش عارف نعمل فيها حاجة، عايز نربي كلب حاجة تفرخ حاجة تعمل، عايز نربي معزة، عايز نربي كذا مش عارف. صاحبة الايجار، صاحبة البيت كانت تنزل لنا في عز الليل، نور، نور بنتي كان يبقى عندها مغص، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم الكلام اللي بقوله ده كله صحيح. نور بنتي، انتوا عارفين الاطفال الصغيرين كان لما بيبقى عندهم مغص يجيب لهم مقسيد وماء غريب ونعناع وكراويه كان يبقى عندها مغص وتعيط، صاحبه البيت تنزل تقول بنتكم بتعيط مش عارفه انها. يا ستي ده بنت طفله، ده طفله صغيره بتعيط. طب هنعملوا لها ايه؟ هنسد بقها بقماشه ولا نكمموها زي الكلاب؟ لا معلش يا سلام مش عارفه انها. شفت ذل ومعامله من صحاب الملك
اقسم بالله العظيم ما حد يشوفها، اقسم بالله العظيم ما حد يشوفها. طبعا انا كان التعامل معايا ناشف شويه. لا طب ما احنا عايزين الشقه بقى، طالما الموضوع في بنت صغيره وبتعيط ومش عارف ايه وعيله صغيره، وساعات كانت نور تطلع تلعب على الباب. نور دلوقتي بسم الله ما شاء الله عروسه، تمام، كانت تطلع تلعب مثلا. لو نور بتلعب كده ومسكت طوبه صغيره زي دي كده في ايديها وهي بتلعب، تيجي جايه مخبطه علينا على الباب، وكانت خبطتها بسم الله ما شاء الله. مين؟ انا. افتحوا 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 بسرعه، في البت جابت طوبه ورمتها في المدخل. الصميم طبعا تعبت، تعبت نفسيا، تعبت، ابتديت نتعب صحيا. طبعا الوظيفه انت بتطلع الساعه 8 الصبح، تيجي الساعه 3 العصر. شغال سواق، كنت شغال سواق مع المدير العام، الحمد لله محبوب جدا جدا. اول ما دخلت الوظيفه ديت جاء المدير، انتوا عارفين طبعا بيبقى في عربيات متكهنه وحاجات زي كده وفي عربيات شغاله. جه المدير قال لي انت هتشتغل معايا سواق، قلت له على عيني حاضر. قال لي هتركب عربيه ايه؟ قلت له انا عايز العربيه اللي هناك دي. قال لي ده العربيه اللي هناك دي خرده في الجراج، دي طالعه هتتكهن. العربيه دي كانت جيب امريكاني. قال لي ده هتتكهن. لا شوف عربيه من اللي شغالين، كان في جيب شروكي واقف. قلت له لا انا عايز دي. قال لي يا ابني دي هتتكهن خلاص، دي احنا هنعمل. قلت له تتكهن ليه؟ تتكهن ليه؟ هي دي مش عربية حكومة. قال لي ايوه. قلت له تتكهل ليه؟ قال لي ازاي يعني ايه تتكهل ليه؟ ما هي خلاص الكاوتش بايظ وال، اقسم بالله العظيم العربية كانت زي الزيرو. من كتر ركنتها الكاوتش اتاكل في الشمس، المية كلت الصاج، الشتاء كل الصاج. قلت له طب نستأذنك في حاجة؟ قال لي اه. قلت له انت حضرتك راجل ابن البلد يعني ابن دمنهور؟ قال لي اه. قلت له طب انا هنقول لك على حاجه، ممكن تعمل لي اي يعني انا ما اعرفش ايه نظام الوظائف، تعمل لي اي حاجه زي قرار او اي حاجه او تصريح ان انا نطلع بالعربيه بره المكان او بره الشغل، نعملها نعملها انا بمزاجي تمام، وكل بس اللي هنطلبه في المصاريف. الموضوع مش هيبقى كبير يعني، الموضوع بسيط لان انا كل زملاتي صناعيه تمام، كل اللي هنطلبه في المصاريف يعني هتديهولي، هتصرفهولي وتديهولي. انا ممكن نخلي زملاتي يشتغلوا فيها وبعد كده نصرف لهم ونديلهم. قال لي العربيه دي؟ قلت له اه العربيه دي، انا حابب العربيه دي مش عارف ليه. الجيب الامريكاني اكيد كل الناس عارفاها، اللي هي سقفها بينشال، اللي بيبقى فيها ماسوره و... قال لي خلاص اعملوا له يا جماعه ورق وخد يا ابني العربيه اهيت وروح. الله يمسيه بالخير، كان راجل محترم جدا. طبعا خدت العربيه وطلعت. بعد 3 اسابيع بالظبط رجعت بالعربيه الشغل، فكروها عربيه ملاكي جايه عامله زياره. عربيه كان لونها بيتي، غيرتها احمر مارلابورو، طقم سماعات وستيريو وطقم كاسيت وفرش جديد ودواسات. العربيه السقف بينشال وبينحط، بقى راكب فيها ويبص للسما كده ويقول لي ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ عارفين كنت بمشي بالعربيه دي في الشارع، كان مكاتب العربيات توقفني يقولوا لي للبيع العربيه دي، نقول لهم النمر زرقاء مكتوب عليها حكومه. اللي ما ياخدش باله من النمره يوقف العربيه يسال للبيع ولا مش للبيع. الحمد لله من ساعه ما ربنا خلقني الحاجه اللي نحط ايدي فيها عارف هتطلع ايه. طبعا اشتغلت مع المدير ده، كان بيحبني جدا وانا بنعزه بصراحه تمام، و ما فرقتش معايا. كنت متعين في الوظيفه دي سواق، متعين سواق، ما كنتش اتعينت بالدبلوم، كنت متعين سواق. طبعا اشتغلت والعجله دارت والدنيا دارت. البيت بقى ده اللي كانت بتشتكي من الطفله الصغيره، سبت البيت ده وخدت بيت لوحدي من بابه، بيت لوحده من بابه، يعني هو كان دورين ومن بابه. واهل واصحاب البيت طلعوا ناس كويسين، قالوا لي استعمل الدور اللي فوق مفتوح ما فيهوش شبابيك ولا ابواب، استعمله في اي حاجه يعني، حط فيه فطير فراخ. جيت رايح جايب معيد، بقيت نجيب معيز في معيز في معيز في جدي في تيس في مش عارف ايه في كلام من ده، ناكلهم ويولدهم والحكايه والروايه. ونفسي عايز نجيب كلب، بس نجيبها لهم ازاي بالطريقه؟ يا جماعه ايه رايكم هنجيب؟ رد ابنهم قال لي هات كلب، ايه المشكله؟ جيت رايح جايب كلب انت، كانت هي دهب اول كلب، دهب كانت اول كلب. وفي
وفي الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبدايه تربيه الكلاب. قصه الكفاح اللي عدت دي شفت فيها ظلم، اقسم بالله العظيم انت لو شفته لا يجيلك اكتئاب نفساني. تعامل اصحاب الملك مع المستاجر طالما شخص محترم، تعامل معاه باحترام وتعامل معاه بادب. مفيش داعي ان انت تحسسه ان هو خدام عندك ولا بيشتغل عندك، لان انت بتاخد ايجارك على الجزمه. مالكش ان انت تقول له عيالك بيعيطهم، عيالك بيصوتهم، عيالك بيعملهم. انت ليك حق وهو ليه حق. ولما يكون حد عنده اطفال مربيها لازم ان انت تحترم حاجه زي كده، لان انت راخر اكيد عندك اطفال علشان ربنا ما يحرمكش منهم وترجع تقول يا ريت. طبعا هنستكفي بالحلقه دي لحد كده، ويا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. ثانيه واحده، ويا رب تكون الحلقه دي عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. وتحياتي طبعا لزوجتي طبعا ام نور، وتحياتي لكل الناس اللي انت معانا. من هنا بدا الانفصال عن النسب والعيله، وخدت مراتي وبعدنا عن الليله كلها تمام. ومن هنا بدات حياتنا جديده. توفت والدتي، الحلقه الجايه هنقول لكم ايه اللي حصل بعدين. حياتي للجميع، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.